أبينا المطرب محمد جودة. تفضل. نفسه مالي هذا من قدر تحتاجه للطرف برضه من باب التغيير. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعبر عن سعادتي الكبيرة بهذه الكوكبة الجميلة والمنصة القوية والهادفة جدا، وبصراحة بقول أنا بتمنى وكنت كاتب منشور النهارده أو مقال كل الندوات يا ريت تكون فينا مساحة لمثل هذه المحاضرات القوية. معاكم الشاعر محمد جودة أولا، وأنا قد شرفت بكم كلكم. أريش القصيدة وأقول الأغنية على طول. إذا أنتوا عايزين أقول قصيدة وأغنية أغنية بس ولا إيه؟ تقديمك لأنك مضرب، فتوقع الناس أو الحاضرون أنك ستضرب. طيب طلب أهو في حد طلب أغنية معينة وأنا هقولها. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق. علمني كيف تمت الدمعة في الأحداث، علمني كيف يهون الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا بقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي الدنيا بقصيدة شعر، زرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدم أيدي. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. الله 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 يناديني نحو الأعمق، الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زور،
أتنفس تحت الماء إني أغرق 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 إني أغرق إني أغرق 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 يا كل الحاضر والفاضي يا عمر العمر هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر. المقطعة لأن الأغنية بصراحة طويلة وعميقة يا التمييز. شكرا جزيلا للمطرب محمد هدى.